السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. حبيت أفيدكم اليوم بموقع محامين حقوق الملتجأ. موقع حقوق محامين حقوق الملتجأ. هي الباص هو جاي من طرف أقصراي باتجاه تقصيم. الموقف اسمه شيشاني إكي. تمام؟ أي بعد ما يعدي الباص من أقصراي باتجاه البحر. تمام، اول موقف بعد البحر اسمه شيشاني اكي، تنزل لعنده ترجع برجوع. تمام، هاي رقم البناء 39، جنبه كمان ابو الحلو او ما شابه ذلك، هين في ادوات موسيقيه. هاي موقع محامين حقوق الملتجأ. تمام، موقع محامين حقوق الملتجأ. طبعا اخوكم محمد ابو حمزه جابر عثرات الكرام. اغلب الناس عم يسالوني وين يا اخي مكان محامين حقوق الملتجأ. هاي الاسانسور كبسنا عليه. تمام، هاي غارمتهم، الطابق الرابع رقم الشقة 11. تمام، رقم الشقة 11 يا جماعة الخير. اللي يسأل وين موقع محامين حقوق الملتجأ، هاي طلعنا بالأسانسير، الطابق الرابع. هاي راح أظل مستمر في التسجيل على الفيديو مشان الناس تعرف وين محامين حقوق الملتجأ وتزورهم مشان تقديم طلب استرحام، يعني أي أمور تخص استشارات قانونية. جماعة جدا متعاونين لأبعد الحدود. يعني أي وصلنا الطابق الرابع مشان الناس تعرف وين مكتبهم. طبعا اليوم كأنه أعزائنا الإجراءات الوقائية ستتابع المتقدم خدمه بدا من يوم 17/3/2020 يمكن التواصل. تمام، حاليا معناته مسكرين. طبعا هذا ما له علاقة الإعلان، هذا مكتوبهم يا جماعة الخير. كالعادة حاطين عين زرقاء. هذا مكتبهم، مكتب حقوق محامين حقوق الملتجأ. طبعا راح اترك لكم ارقامهم، راح ارجع طبعا راح اترك الارقام بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب. تمام، اترك الارقام مع الموقع. تمام يا جماعه الخير، اي سؤال اي استفسار بهذا الامر اترك التعليق ضمن الكومنت اسفل الفيديو. طبعا راح اضل انا متابع الفيديو شوي لاطلع لبرا مشان يعني اللي ما يعرف المكان يعرف المكان كويس. موقع محامين حقوق الملتجأ، موقع محامين حقوق اللاجئين او حقوق الملتجأ. هاي هين مكان بيع ادوات موسيقية، وهذا الظاهر ايضا نفس البناء تابع له. هاي البناء 39. تمام، طبعا راح اترك لكم ايضا للتاكيد راح اترك الارقام اسفل الفيديو بصندوق الوصف مع الموقع تبعهم، الموقع تبعهم للي جاي. طبعا اللي جاي من اسنيورت الباص 76 دي يوصلوا قدام المكتب. موقف اسمه شيشانيه اكي، موقف شيشانيه 2. طبعا اللي يجي بالمترو ايضا هذاك، هاي اشاره المترو ايضا، مترو حج عثمان، هذا بيعدي من فوق البحر. تمام، لا تنسونا من فضل دعائكم. اخوكم محمد ابو حمزه جابر عثرات الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا شاركوا الفيديو للي محتاج موقع محامين حقوق الملتجأ ومحتاج ارقامهم، والسلام عليكم.